بكم، يا اهلا وسهلا بكم يا ابطال في فيديو جديد من موبايلات ريلمي الجديده. في الفيديو اللي فات بتاع شاومي او البوكو اكس 3 تحديدا، البوكو اكس 3 برو، قلت لكم خلي بالكم الفتره الجايه يبقى في موبايلات كتير قوي جايه وتحديدا في الفئه المتوسطه، فلو انت مش مستعجل ممكن تستنى شويه عشان في موبايلات كتير قوي جايه فيها حاجات حماسيه وفيها حاجات عادية، زي الموبايلين اللي معانا النهارده من ريلمي، وهو ريلمي 8 والريلمي 8 برو اللي ريلمي اعلنت عنهم رسميا في الخارج. خلي بالك ده في الخارج، والموبايلات دي فيها حاجات حماسية وفيها حاجات عادية، عشان كده انا جاي اقولك في الفيديو ده الفروقات برضو ما بين الريلمي 8 ايه والريلمي 8 برو، الفروقات ما بين الاتنين، وايه الحاجات اللي فيها ابجريد او فيها تطوير كويس، وفي ايه الحاجات اللي فيها داون جريد او ما فيهاش برضو تطوير. ففي الفيديو ده خلينا نتكلم على موبايلات ريلمي الجديدة، لكن الاول ما تنساش اعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب او شارك في القناة، فعلى الجرس عشان تبقى حد متابع لكل جديد، ويلا بينا نبدأ. طب يا ابطال، رسميا في الخارج ريلمي اعلنت عن موبايلاتها خلاص بشكل رسمي، مش تسريبات ولا اي حاجه، دي خلاص مواصفات رسميه للموبايلات. وصراحه مش عارف ابدا معاكم، ما ابدا من النسخ والاسعار ولا نبدا من الفروقات ولا نبدا من ايه، فممكن نخلي النسخ والاسعار للاخر ونبدا الاول على اهم الفروقات اللي جت في الريلمي 8 والريلمي 8 برو. ريلمي السنه دي مركزه قوي في الديزاين، عايزه تعمل ديزاين كويس ويبقى الموبايل كده وزنه خفيف ونحيف في ايدك، ما تحسش بالتقل بتاعه، وده على خلاف اكيد موبايلات تانية يعني من شركة سامسونج او من شاومي بتعمل احجام تقيلة جدا. فالترند دلوقتي انت تعمل موبايل خفيف كده ويبقى شكله شيك، فريلمي مركزة في الموضوع ده، والريلمي 8 جاي وزنه خفيف جدا وكمان نحيف قوي، يعني النحافة بتاعته اقل من 8 ملي، اما الريلمي 8 برو برضو نحيف، لكن هو النحافة بتاعت الريلمي 8 اقل من الريلمي 8 برو، وده يمكن اول فرق بين الاتنين. لكن تيجي الفرق جوهري واللي تم ابجريد فيه في الكاميرات هنا، كاميرات الريلمي 8 64 ميجا بكسل، وده على خلاف كاميرات الريلمي 7 اللي كانت 48 ميجا بكسل. اما بقى الابجريد الاكبر في الريلمي 8 برو اللي بقى 108 ميجا بكسل بالسنسور المستخدم طبعا اللي شاومي برضو استخدمته، لكن السنسور ده مميز جدا وبيديك تجربه حلوه قوي في الكاميرات، وابجريد كويس برضو عن الريلمي 7 برو اللي كان موجود قبل كده او اللي مازال موجود في الريلمي 8 برو والريلمي 8. اهم ابجريد حصل فيهم وهو في الكاميرات. اما بقى لو جينا لنقطه ثانيه وهي البروسيسور والمعالجات اللي ما تمش فيها ابجريد في الموبايلات دي، ما زال الريلمي 8 بهيليو جي 95، البروسيسور اللي هو بتقنيته 12 نانومتر، تقنيته عاليه شويه، بيستهلك في البطاريه شويه، لكن ما زال اداؤه كويس جدا في الجيمز او في التصفح او في كل المهام، وهو نفس البروسيسور ده اللي موجود في الريلمي 7 ما تمش فيه ابجريد. وما زال برضو الريلمي 8 برو بالبروسيسور او المعالج السناب دراجون 720 جي، المعالج الحزين، المعالج ده انتشر قوي بطريقه فظيعه، ويمكن شاومي حرقت المعالج ده، وابتدت شركات ثانيه كتير عماله برضو تنزل فيه، سواء في الرينو 5 او في سامسونج A52 اللي لسه نازل جديد من شركه سامسونج، او قبليهم بقى شاومي استخدمتهم في النوت 9 برو والنوت 9 اس. فشاومي بتروح حرقه المعالج، بتخلينا خلاص نحبط من اي شركه تجيب لنا المعالج بعدها بسنه او بسنتين. اداؤه متوسط، مفيش فيه اي مشكله، بيشغل معاك عادي كل حاجه والدنيا سلسه، مفيش فيها اي مشكله، وتحديدا مع السوفت وير الخاص بشركه ريلمي والتحديث الجديد للواجهه الريلمي يو اي 2.0 اللي فيها ابجريد كويس جدا وفيها سلاسه ممتازه جدا مع اداء المعالجات دي. لكن هنا المعالجات نقطة مخيبة للآمال، يعني ريلم كنا مستنيين منها انها تدينا كده اكيد بروسيسور يبقى اعلى شويه من الكلام ده، لكن ما تمش. وفي ظل ما احنا بنتكلم ان بيقول البروسيسور ما تمش فيه تطوير، لكن هنا في داون جريد او تقليل بقى في الامكانيات في قدره الشحن. قدره الشحن في الريلمي 8 30 واط، اما في الريلمي 8 برو 50 واط، وده على خلاف الريلمي 7 والريلمي 7 برو اللي كان ثوره في عالم الشحن 65 واط. لكن مازال اكيد الشواحن دي كويسه وبتشحن معاك الموبايل بالكامل في يعني كو افريج كده ساعه زمن بتشحن معاك الموبايلات، فمازال قدره الشحن هنا كويسه، لكن احنا دايما بنحب الحاجات الزياده، ما تقللش ليا، اديني زياده هحب. اما بالنسبه للبطاريات في الاثنين فبرضه في اختلاف ما بين الريلمي 8 والريلمي 8 برو، الريلمي 8 بطاريه بقوه 5000 ملي امبير، اما الريلمي 8 برو بطاريه بقوه 4500 ملي امبير، والمفروض دي النسخه البرو يا جماعه والله تبقى هي اللي اعلى، لكن هي مركزه في نقطه ثانيه لان البروسيسور اللي موجود في الريلمي 8 بيستهلك شويه في البطاريه، فجابت هنا بطاريه اقوى شويه، والبروسيسور اللي موجود في الريلمي 8 برو اللي هو سناب دراجون 720 جي ده موفر شويه للبطاريه، فما بجابتش بطاريه عاليه. اما بقى بالنسبه للشاشات فالاثنين شاشات سوبر امولود، والبصمه موجوده في الشاشه، فهتاخد تجربه ممتازه جدا هنا في الشاشات. فدي كده الفروقات اللي ما بين الريلمي 8
والريلمي 8 برو، وبرضو الريلمي 7 و7 برو قلناها بشكل سريع كده عشان تبقى انت برضو ايه المختصر المفيد والفروقات ما بين الموبايلين دول. نيجي بقى دلوقتي للنسخ والاسعار للموبايلات دي اللي نزل بقى في الخارج. والريلمي 8 نزل بثلاث نسخ، 4 جيجا رام و6 جيجا رام و8 جيجا رام، ودول طبعا مع مساحه داخليه 128، ولسه مش اكيد انهم هينزلوا لنا الثلاث نسخ دي. والاسعار اللي هقولها دي الاسعار اللي تمت في الهند عشان بس ما تحلمش كتير. الريلمي 8 نسخه 4 جيجا رام مع مساحه داخليه 128 ونزلت بسعر $207، اي ما يعادل كده للمصري 3250 جنيه. اما النسخه الثانيه 6 جيجا رام و128 وبسعر $220، اي ما يعادل بالمصري 3450 جنيه. اما النسخه الاعلى 8 جيجا رام مع مساحه داخليه 128 ونزلت بسعر $235، ما يعادل بالمصري 3700 جنيه. فدي النسخ والاسعار اللي نزلت بيها الريلمي 8 في الخارج. والموبايل ده نزل طبعا بلونين، اللون سيلفر كده لون جديد، وكمان اللون البلاك او لون الجري، ومفيش ابداع كتير في الالوان هنا الريلمي 8. وطبعا نسخ الاسعار دي الخاصه بالهند، وده التحويل ما بين المصري والهند، في مصر بتزيد اكيد، فاخبط 1000 جنيه ما تزعلش نفسك. اما بقى لو جينا للريلمي 8 برو فنزل بنسختين، 6 جيجا رام و8 جيجا رام مساحه داخليه 128. واول نسخه من الريلمي 8 برو 6 جيجا رام مساحه داخليه 128 ونزلت بسعر $248، ما يعادل بالمصري 3900 جنيه. اما النسخه الثانيه وهي 8 جيجا رام مساحه داخليه 128 ونزلت بسعر $275، ما يعادل بالمصري 4350 جنيه. فدي الاسعار زي ما قلت اللي نزلت في الهند، اخبط 1000 جنيه زياده، ده المفروض يعني احنا كده مزودين 1000 جنيه زياده، يعني اللي نزل ب 4350 نزلناه ب 5350، يبقى حلو يعني، يبقى معقول. ولو نزلتها ب 5000 جنيه او تحت ال 5000 جنيه تبقى انت جميل. ليه تزود لي بقى اكتر من كده؟ يعني هناك الاسعار حلوه وهنا تيجي. طب ده الحال يا جماعه، ده الحال كما كان في الريلمي 7 وكما كان في الريلمي 6، وما ناخدش بالاسعار دي قوي، نستنى اكيد لما الاسعار تنزل لنا في مصر. لكن لو عايز تعرف اكتر مع الموبايلات دي ما تنساش تفعل الجرس بعد الاشتراك اكيد، وما تنساش اللايك للفيديو ده عشان هيبقى فيه فيديو مفصل عن كل موبايل في الفتره الجايه، وفي موبايلات تانية كتير جايه ومقارنات، وفي حاجات كتير قوي جايه. اعمل سبسكرايب، فعل الجرس يوصلك كل جديد، اعمل شير يبقى فات غيرك، والسلام عليكم.